شبكة شام. مازن أهلا بك، شكرا لانضمامك إلينا. الوضع في ريف دمشق يعني لا يسر الجيش الحر بطبيعة الحال، سقوط منطقة تلو الأخرى، ما الذي يجري فعليا؟ نعم بالفعل سيدي الكريم، في هذه اللحظة يعني وتحديدا من الغوطة الشرقية تتعرض بالتمليحة لقصف يعتبر هو الأعنف بالتزامن مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط حاجز النور، فيما تعرضت أيضا بلدات حزرمة والبلالية والنشابية لقصف برجمات الصواريخ مما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى، طبعا بالتزامن مع اشتباكات على جبهات المرج. أيضا في هذه اللحظة تتعرض منطقة السيدة زينب لقصف أيضا بالمدفعية الثقيلة والهاون، يتم فيه استهداف المناطق المحررة، وسقط يعني أو يسقط الآن العديد من الشهداء، يعني الآن هناك شهداء ولا نعرف عددهم كم، يعني لا نعرف العدد ما هو، فيما لا زال القصف متواصل على مدينة معظمية أيضا بالتزامن مع اشتباكات على الجبهات الغربية والشمالية من المدينة. اليوم سقطت سيد الكريم يعني منطقة السبينر، حيث أعلن الجيش الحر اليوم في البلدة انسحابه من البلدة بسبب نقص الأسلحة والذخيرة وسط التقاعس من عناصر الجيش الحر في المتواجد في المناطق المجاورة، يعني كانوا يناشدون الجيش الحر بالمؤازرات، لكن يعني إلى الأسف يعني نفذت الذخيرة مما اضطر الجيش الحر للانسحاب. في العاصمة دمشق يعني اليوم سقطت عدة قذائف وذلك بالقرب من برج الروس مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص على الأقل، بعضهم حالات خطرة، وأيضا سقوط قذيفة هاون في حي البلدية القديمة في بلدة جرمانة. وقام الجيش الحر اليوم باستهداف برج الثامن من آذار في منطقة الزبلطاني في العاصمة دمشق وذلك بقذائف الهاون محلية الصنع. واليوم استشهد البطل النقيب المنشق حسين الميري وهو قائد ألوية أحفاد الرسول في العاصمة دمشق وريفها، وذلك في معارك جنوب دمشق التي حصلت صباح اليوم. نعم شكرا لك مازن الشامي مراسل شبكة شام.